والموقف العراقي بالنسبة للوضع السوري موقف واضح، كان دوماً نسعى ونتحدث ونطرح مواقفنا في سواء الجامعة العربية، اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية، أو في الاجتماعات الأخرى في أوروبا أو في واشنطن ونيويورك. كنا نتحدث ومن منطلق مبدئي عن معاناة الشعب السوري. كنا نتحدث ومن منطلق مبدئي عن اللاجئين السوريين. كنا نتحدث ومن منطلق مبدئي عن النازحين السوريين. كنا نتحدث أيضا ومن منطلق لها علاقة بالوضع العراقي بالوضع الأمني في سوريا. الوضع الأمني في سوريا يؤثر مباشرة على الوضع الأمني في العراق، والعكس صحيح. نتطلع إلى علاقات لا تفصل عراها بين البلدين، وهذا ما وجدناه، ويبقى علينا أن نعمل سويا كما نعمل الآن على محاربة الإرهاب وتصفية الإرهاب والقضاء على خطر المخدرات من خلال التعاون فيما بيننا وبين الآخرين، وكذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية، لأن هذه العقوبات لا معنى لها إلا تجميع الشعوب، هي عقوبات لا أخلاقية، ويعرف الشعب العراقي أكثر منا ما حصل خلال فترات معينة، لأن من يتأثر هو الشعب وليس الدول. طبعا الدول تتأثر نتيجة تأثر الشعب، ومع ذلك يجب أن نمضي سويا لإقناع الآخرين بأنه هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول.